السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمنشآت التعليمية والتربوية في ولاية كسيلة. إذا سوف نتعرف في هذا الفيديو على ما تم إنشاؤه ويعني افتتاحه في هذه السنة، وبعض المشاريع ما زالها يعني اون فوا فينيسيون، راهي تقرب الانتهاء من الأشغال نتاعها في هذه الولاية. إذا بدون إطالة خليكم تتابعوا هذا الفيديو رائع من السماع عن بعض المجازات التعليمية والتربوية في الأطوار الثلاثة تاع التعليم إذا في هذه الولاية تاع المسيلة. أترككم تتابعون، السلام عليكم.